قال لك مثلا ايه بعد الديت بعد ما يخلص العمليه. قلنا لا، اذا خلص العمليه ممكن عندها ايش، ممكن يصير برين ده يطلع لك كنترول بليدنج، بس يطلع برين ده وش تستفاد من البادي ولا عم برين؟ شو نسوي؟ شو نسوي في شي حاله؟ شو نقول؟ شو يقول النيوروسيرجن؟ يقول له عنده سايز اوف هيرنيشن، شو اسوي؟ يقول لك ابو النيوروسيرجن اكو طريقه معينه، فرضا ابو النيوروسيرجن ما يعرف، فرضا انت راح يسالك اكو طريقه معينه اشتغل بيها بلايندلي ولعب سي تي؟ بيرفول اور بون فلاك يا تومي. يعني البيرفول از نوت بريفيرد، زين؟ لانه بالهوايه يعني اللي هو دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. يعني راح تفتح انت تدور على وداوت سي تي ولعب الماجيك. او ممكن بون فلاك كرانيوتومي. كرانيوتومي وتفتح واولا ريليز ذا بريشر. نيان نشوف اذا اكو ايفاكويشن ولا لا، اوكي؟ فاذا ممكن ابو النيورو سيرجري في حالات استثنائيه يدخل ويا ابو الجنرال سيرجري يشتغل. واحد تقدر تتوصل بلاد بريشر يا دوب 100، من توصله 100 دو يور بيست تو دو سي تي قبل ما تدخل الثياتر، دو يور بيست. زين؟ اذا وصلت لل 100 ماكو وتشوف انه ممكن سلولي يعني ينزل، دو يور بيست. مو وصلت لل 100 قبل ما ينزل وتسوي سي تي، اوكي؟ هذا بالنسبة للمانجمنت اوف سي تي هاد انجري. شنو بقى عندنا؟ بقى عندنا في الفيو بوينتس عن الفلويد. الفلويد من هيد انجري افويد هايبوتونيك فلويد. زين؟ ليش يسوي هايبوتونيك فلويد؟ يصير سيرال ديما، اوكي؟ ليش يصير سيرال ديما؟ لانه الانفايرمنت كله يصير هايبوتونيك، فالفلويد وين راح يصير عنده شفت؟ To the cell, is a cell edema. Avoid dextrose containing fluid. ممكن زي لك الجلوكوز in the blood وممكن be a harmful effect على patient اللي عنده severe hypertension. Okay? إذا وطبعا apart from this fluid resuscitation حالة حالة بقية patient يحتاج fluid نضيف بس محسوبة. احسبها بالفلويد. صير بخيل. انضي على قد الحاجة فقط. Okay? على اوفر ريسسيتيشن يؤدي يسوي له ايديما. اكو انجر تشو ينتظر فلويد زايد حتى يصير ايديما، اوكي؟ فانطي على قد الحاجه، اوكي هاي الفلويد. اكو مانيفولد والهايبرتونيك سالين وباربيتريتس. may be used to temporarily decrease the intracranial pressure. اوكي؟ طبعا الباربيتريتس خليها لاست ريسورس اذا كل شيء فيها، حتى السيرجري اذا فيها فوق الباربيتريت الاخير. لانه هي harmful effect. لان الباربيتريت ممكن تسوي depression in function of the neurons وممكن يبقى neurological disability حتى البيشنت وراه يصير عنده ريكفري. فبيها side effects. فخليها بالاخير resource. بس ما at all hypertonic saline coupled with ممكن hyperventilation او as an alternative يعني hyperventilation. then you ممكن تستخدمها كtemporary measure to decrease the intracranial pressure إلى أن تلقى more definitive اللي يعرف surgical evacuation. واضح؟ زين. surgical management إيش عندك؟ عندك scalp wound routine care. ممكن تسد scalp wound وعندك penetrating injury؟ والله هذه لا، ما راح يجي من قلبك لو طالع من المعتقد، لو طالع من شنو؟ شوف احنا عاده الهاي مس يعني هاي فيلوسيتي مسايلز ما نسوي لها، ما نسوي لها كلوجر. بس بالسكالب انجري اذا انتبه علي، اذا ماكو ديفايتلايزد تشو وماكو سيفير انتراكرانيال باثولوجي كان بي كلوزد. تمام؟ كان بي كلوز ممكن penetrating injury. اوكي؟ penetrating injury هذا بالنسبه للسكالب روتين كير ودير بالك debridement و cleansing. اوكي؟ debridement و cleansing حتى ليس secondary infection. خلاص تمام. bleeding مشكله. control bleeding direct pressure زين مفاد clips اكو زين مفاد cautery ممكن او ligation اذا كان اثرت بس ريزلت شكل. خلصنا من السكالب. سكالب surgical intervention in the skull إذا أكو depressed skull fracture. depressed skull fracture شو بيسوي له elevation؟
شو وقت يحتاجون يسوون elevation in the depressed skull fracture؟ إذا عادة الدبرشن أكثر من thickness مال the skull adjacent skull، هذا ممكن يحتاج له elevation. أوكي؟ Intracranial pathology or bleeding, patient under penetrating injury, زين وعنده intracranial bleeding. إذا مو indicated the penetrating injury، إذا مو indicated for evacuation by the bleeding، زين فأكو studies ممكن نسويها قبل penetrating injury. Further study مثل CT angiography أو ordinary angiography. يعني نحتاج نسوي له cerebral angiography أو CT angiography قبل penetrating injury. ليش؟ سامعين بشيء اسمه traumatic aneurysm؟ سامعين شيء اسمه enemy fistula؟ ممكن يصير post penetrating injury. زين؟ If you suspect about penetrating injury بعد هذا لازم تدز CT angio أو angiogram أو cerebral angiogram على مود تتأكد لا عندك هاي complication حتى أبو نيوروسيرجن صراحة يعني يصير نيوروسيرجن على مود يتخذ إجراءات وقائية حتى يصير عنده بعدين further B. أوكي آخر نقطة ولو هي مو surgical epilepsy anti epileptic نستخدمها كprophylaxis بعد الهيد انجري لو ما استخدمها كبروفلاكسس. اكو عندنا ايرلي واكو عندنا ليت. الايرلي بوست تروماتيك سيجر وذ ان ويك. الليت بعد ان ويك. اوكي؟ الايرلي اذا صارت عالج. اذا صارت عالج بس لا تنطيها كبروفلاكسس لانه ممكن شو تسوي؟ نفسها الانتي ابيليبتيك زين تسوي لي ورس نيورولوجيكال ارت. فانت اذا صارت عندك انطي زين. اكو شغلات تزيد الريسك مال البوست او ليت بوست تروماتيك سيجر اذا عندك ابيليبسي. ثلاث شغلات. اولا اذا صار عنده ايرلي. اذا صار عنده ايرلي وبالمناسبه التريتمنت مال ايرلي ما راح يفرق ايش قد راح يصير عنده يعني البروجنوسس يعني حتى لو سويت تريتمنت للايرلي البروجنوسس يبقى انه ممكن يصير عنده ليت ابيليبسي حتى لو تريتمنت بس انت لازم تسوي تريتمنت زين. هاي واحد. اثنين ديبرست سكال فراكشر. ثلاثه لارج ميتوما زين. ذولا ات ريسك انه ممكن يصير عندهم ليت ابيليبسي وقلنا تريتمنت اوف ذا ايرلي ما راح يفرق. هسه البروفيلاكسز اور نوت حاجيها في الجملة بس عايفها ذيب بالنسبة للتروما وكتبنا ممكن بالنيرو سيرجري تبقى شوية شرح أكثر. يقول لك أنت سوي كبروفيلاكسز سوي أوزن مشاكلها كنيورولوجيكال أوتكم ويا فائدتها to prevent seizure. وذاك الوقت ممكن تنضي شو الدراج اللي ممكن تنضي؟ فينيتوين. إيش قد ننضي فينيتوين؟ نضي 1 جرام بلس 1 جرام بلس على ان يكون بطيء مو اكثر من 50 ملي جرام بير مليت. 1 جرام بلس بس 50 ملي جرام بير مليت مو اكثر من 50. الفوسفينيتوين نفسه 1 جرام بس ممكن تنطي اسرع تنطي 150 او 150 ملي جرام بير مليت. هذا البلس. بعدين الدوز الاخرى مينتنس نعطي 100 ملي جرام اوفر 8 اورز. 100 ملي جرام اوفر 8 اورز. خلصت كل ما يتعلق بالهيد تروما. سمري سريع ب 30 ثانيه للمانجمنت كله. ماينر هيد انجري. المشكله وين؟ ادز سيتي لو ما ادز اكو اندكيشن خاصه. زين؟ ابقي له اسوي له ادمشن، تحجج اي ابنورمالتي اسوي له ادمشن. كل شيء نورمال اسوي له ديسشارج وديسشارج. المودريت اسوي له ثاني لاسحب لهم بلاد بيز لاين انفستيجيشن كلهم اسوي سي تي. أقول هو المشن. أوكي. خلي بالك أي واحد يطلع عنده abnormality بالسي تي تدزه after 24 hour perfusion تدزه after 24 hour CT. ليش؟ حتى تشوف إذا أكو expansion زين بهذا الكونتيوجن ممكن يجمع كونتيوجن يصير هيماتوما كذي أو أي deterioration. ليش يصير عنده deterioration at any time تدزه another CT. أوكي؟ أو routinely before discharge. كلهم قال يس. دكتور البوزيشن مالت الهيد اذا جانا يعني اقصد شلون القعده مالت البيشنت على السرير
والمفروض يعني هذا لما عندي increase in the cardiac pressure سوي له 30% elevation of the head. انا بدي اخلص من ال with دير بالك على cervical spine always. cervical spine must be protected الى ان تكسكلود انجري. نرجع بس للسمري، هذا الماير هيد انجري، المودريت كلهم لازم سي تي كلهم ادمشن اوكي، وعيد السي تي قبل الدسشارج او اذا كان عنده ابنورماليتي او ويت ديتيريشن. السيفير هيد انجري ركز في البرايمري سيرفيري سستيشن اللي حكينا اوكي، تو بريفنت سكندري براين انجري، تو بريفنت سكندري براين انجري، وبقيه السيرجيكال والميديكال مانجمنت حكيناها ما يحتاج. اي سؤال؟ اي سؤال؟ يس. Steroid with head injury? No. Steroid with head injury? No. You have any resource you could not use steroid? The spinal cord injury can't solve it. You stand there. Highly, you would like to know how to come back to normal. Yes. So I think.